النهارده احنا في القاهره في مصر، في حي مصر الجديده، منطقه من اشهر الاماكن في مصر الجديده، وهي منطقه الكوربه، ومن كافيه من اشهر الاماكن المعروفه والناس كلها بتحب تقعد فيه، كافيه شانتييه، علامه من علامات الكوربه في القاهره. تعالوا معايا قدام اتفرج على مصر الجديده. هو ده شانتييه، وبعده في محل السلطانه بتاع الايس كريم. زي ما انتم شايفين المباني والحاجات كلها قديمه شويه واثريه، عشان هي تمتاز مصر الجديده بالمباني الاثريه شويه. السلطانه بتاع الايس كريم، وبعدي بيجي محل اسمه زوجة. زوجة ده محل فول بس بتاع ولاد الزواج، بدل ما تاكل الفول ب 2 جنيه تاكل ب 50 جنيه عادي جدا. بدون اي سبب محدد، يعني انت مجرد قاعد في مكان اسمه زوجة يعني. مشهور بالباب الازرق بتاعه ده. تونس دايما على فكره مشهوره بالباب، وبالباب فيها زرقاء. دلوقتي احنا هنروح نتعشى. دلوقتي احنا قدام اشهر محل كشري في مصر، كشري هيت. هنخش دلوقتي نشوف ازاي بيعمل الفرشه، وازاي بيعمل طبق الكشري، ومكونات طبق الكشري ايه بالظبط. تعالوا معايا. السلام عليكم. ازيك؟ الاخبار؟ اشرح لنا كده الكشري مكوناته ايه بالظبط، وانت بتعمل ايه دلوقتي عشان تحضر طبق الكشري؟ علي الكشري، علي صوتك شويه. الاساس في الكشري حضرتك هو طبعا الرز، والرز بيتكون من شعريه وعدس كمان وعدس اصفر. اوكي، رز وشعريه وعدس اصفر. والمكرونه حضرتك طبعا مفروم وعليها مكرونه سباجيتي. والمكرونه وعليها مكرونه سباجيتي. عدس حضرتك، العدس عندنا ده عدس الجبه، وبتحط عليه عدس اصفر. تمام. على اساس يدي ايه؟ يدي منظر ويدي طعم بالنسبه للايه؟ للطبق نفسه. عدس بتحط عليه الجبنه وعدس اصفر. جبه. ده عدس الجبه، وبتحط عليه عدس اصفر العادي. تمام. اوكي، وده بصل. بصل حضرتك بيتحمر، بيتقلب زيت. تمام. وده اهم حاجه بالنسبه ايه؟ اهم عنصر بالنسبه لطبق الكشري. تمام. اوكي؟ طبعا ديت هنا الصوص. طبق صلصه على المشاوي لو سمحت. طبعا حضرتك الصوص نفسه، الصوص نفسه الصلصه العاديه. اوكي، طماطم يعني. طبعا ده حمص. اوكي، طبعا هنا بالنسبه للتجهيز حضرتك، اول ما الرز بيجي لازم ايه؟ رز او مكرونه لازم يتقفل بالاطباق ديت، على اساس ايه؟ تدي منظر، من ناحيه ثانيه بتحمي الحاجه نفسها من الجو. ماشي، تاكل رصه الاطباق عشان تحمي الكشري، وفي نفس الوقت يدي منظر للحاجه. اعمل لنا طبق كشري بقى فيه كل حاجه ممكن تتحط في طبق الكشري، عايزين حاجه مش موجوده. مكرونه، وبعدين الرز بالشعريه، وبعدين الجبه، والبصل. البصل. ونحط هنا ايه؟ والحمص. ماشي، ناخد الطبق بقى ونقعد بيه عشان ناكل. ماشي، طبعا المكان كله بيتفرج عليا وبيضحك، فدي حاجه جميله جدا، مش مشكله. بس طبق الكشري يا جماعه اصله اولا زي ما احنا شايفين اهو، بيتحط الصلصه، نجيب الصلصه اهي ونحطها فوق طبق الكشري اللي احنا كوناه. دي مكملات هو حاطط زيادات. بعدين في حاجتين بيتحطوها، الدقه دي ميه ثوم وخل، صح؟ ثوم وخل، ثوم وخل، وزي العطاره. عطاره؟ اه ماشي، بس زي كمون. ثوم وخل وعطاره وكمون، بتجيبها كده وبتحطها، شايفين لونها بيبقى لونها زي الميه يعني، لونها كده فوقيه. وبعدين في طبعا حاجه مميزه جدا هي الشطه. الشطه دي حاجه حراقه جدا، شايفين المنظر عامل ازاي؟ وانا بحب الشطه جدا. فاهو طبق الكشري يقال ان هو اصلا من حاجه من اتنين. اول حاجه للناس الفقيره زمان كان بيجوا اخر الشهر، الحاجه اللي بتفطر عندهم في البيت بقايا يعني من مكرونه ومن رز ومن حاجات كده، بيحطوها فوق بعض كلها وياكلوها. ومع تطور الوقت بقى ده طبق مميز عندهم وسموه الكشري. وفي مقوله ثانيه بتقول ان الكلمه اصلها هندي اسمها خشر، وبعد كده الهنود كانوا بياكلوا العدس هو الاساس، وكان في تلاينه في مصر مع الهنود وقتها، ضافوا مكرونه مع العدس، بقى الاثنين مع بعض اسمهم كشري، تطورت مع الوقت وبقى كشري. والكلام ده كان في القرن التاسع عشر. واحنا قاعدين هنا اكتشفنا ان في اجانب جايين ياكلوا كشري في مصر، اول مره يكونوا في مصر، اول مره ياكلوا كشري. سو ويلكم تو ايجيبت. I'm coming back home in America, but this is amazing. This is a lot of fun.
ورجعها من امريكا، جاي من امريكا مخصوص عشان الكشري. حاجه يعني انا صح، هم صعبانين عليا بس والله يعني ده اختيارهم وخلاص يعني. اللوم على اصحابهم المصريين صراحه يعني، فانا بلوم على اصحابهم مش عليهم. What did you have something in America that looks like kushari? Yeah, of course. We are able to make kushari, yeah, but it tastes nothing like this. Very different. Of course. You should try this. What's the next thing you are going to do in Egypt? The most famous, or the what did your Egyptian friends tell you we should do in Egypt, except other than eating kushari? They said next is Molokhia. Molokhia. So next stop is Molokhia. واحنا عارفين ان ده حاجه من خطتي، مش اصلا من خطه. مرحبا بكم، ويلكم تو ايجيبت، ويلكم انت. Our happiest Egyptian guy. Our so شوفوا ضحكته. Our happiest Egyptian. فميرسي ليكم، ويعني انا متاسف ان احنا قطعنا وقفتكم كده. بعد ما خلصنا اكل الكشري، من اكتر الحاجات الحلوه في مصر ان تشرب عصير من الشارع، ومن اشهر المحلات تطلع عصير في الكوربه في مصر الجديده محل اسمه جنه الفواكه، شايفين الفواكه في كل حته. ومن اشهر الحاجات اللي بتتشرب فيه حاجه اسمها المونديال او كاس العالم. يا ترى ايه هو كاس العالم دول؟ تعالوا نشوف. عملت لنا كاس العالم سهله والله، 9 مصر 2 كاس العالم. المحل ده من اشهر الاماكن، وجي كل الفنانين والفنانين زي مين مثلا؟ زي منى شلبي. منى شلبي جت شعبان، زي عمرو سعد واحمد سعد ابراهيم حسن حسام حسن. كل في اي صوره لاي حد من الناس اللي جت؟ رئيس القذافي. رئيس القذافي كان شخصيا شارب عصير هنا؟ وكان كان كشري قبلها في حته، كان كشري كشري هند. يعني هو راح كشري هند وجي شارب عصير هنا زي ما احنا عملنا بالظبط. يعني احنا عشنا عيشه الرؤساء. الكلام ده كان قد ايه؟ الكلام ده كان تقريبا من 12 سنه. 12 سنه، طيب. المفروض الشوك بتاع كاس العالم ده يتشرب على بق واحد بس. ايه يا جدعان لا مش بالشاري. هو بقى احنا هنا في، احنا خلي بالك منطقه يعني احنا شعبيين قوي يعني، فمش هشرب بالشاريمون، هشربه كده على بق واحد. لا مش هتقدر. لا عقبل ازاي؟ لا في ناس كتير قوي حاولوا وما قدروش. لا 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 يعني الرئيس كمان كده كنت بغير افضل من كاس العالم سمك الصوره. قد ايه دي مرتين؟ ايه يا عم ده؟ هو بص دي شوف انا بطني اصلا اكبر من بطني. بس استنى انا هعملها ان شاء الله، تفتكر هعملها ان شاء الله؟ هعملها. اوبا في واحد واثق فيا وواحد مش واثق فيا. في اثاره صح؟ يلا حاسس بالاثاره؟ طبعا حاسس بيها؟ يا عم ده احسن من النهارده، عشان مش عارف اعوض فيها. بس في اثاره في الموضوع، تفتكر هشربه على بق واحد ولا مش هقدر؟ لا عليك حاجه مش خلاص بقى خلاص والله اوبا انا هرجع. لقد فعلتها. البطل الوحش هو حمزه. بص حمزه العصب ازاي حركه بقى واحد ضايع بقى. شوف العصب كاس العالم خلص من بق واحد.